اليوم أوريكم كيف حاسوي شوربة خضار مرة سريعة ومرة لذيذة، مرة قريبة من المنستروني بس إنه ما فيها لحمة ولا باستا. عندي هنا جزرة مكعبات صغيرة، حبة بطاطس كبيرة برضو مكعبات صغيرة، بصلة مفرومة ناعم، ليمون، أنا أحب أحط الليمون أنا أتحكم فيه، توم، فصين توم مهروسين، وهذا ممكن تحطوا أي نوع بهارات أنتوا تبغوها، اللي هي تجي خلطة بهارات مثلا إيطالية أو بهارات الخضار المجفف، هذه بس عشان تدي نكهة أنتوا تتحكموا فيها. ملح، زيت زيتون، فلفل أسود، وحستخدم طماطم معلبة. حستخدم طماطم معلبة هذه جديدة شفتها في السوق، ما هي سادة، معاها ريحان وأوريجانو، فتحمست إن أنا أجربها. حطيت زيت الزيتون مع البصل وحقلبه لين ما البصل يدبل تماما، يصير مرة طري. عشان الشربات تعتمد على أساس كويس فأنا ببني أساس كويس بالبصل، حملحه طبعا، ما حنكتر ملح لأن حنحط ملح في أكثر من مرحلة، وأحط معاه فلفل أسود. بعد ما دبل البصل نزلت الثوم، حقلب شغلة نص دقيقة بس. هنزل الخضار، البصل والجزر، لو حتحطوا كوسة لا تحطوا الكوسة في الأول لأن الكوسة ما تاخذ وقت طويل في السوى وما نباها تتعجن. فهنا حقلبها بس عشان الخضار تاخذ النكهة مرة كويس حقت البصل. حط عليها البهارات زي ما قلت لكم، البهار اللي تحبوه. I'm building extra flavor عشان كده بحمص الخضار، يعني بعطيها نكهة جديدة بدل لا تكون كده على طول كنا مسلوقة، لا محمصة أول. هحط الطماطم، تقدر تستخدم السادة بس أنا هذه عجبتني، قلت لكم عشان فيها أوريدي يعني أوريجانو وبيزل. بعد كده هصب موية، هحط روزماري وحاصر الليمونة، نص ليمونة هحط مبدئيا. هتبلها شيء بسيط دحين بملح وفلفل أسود عشان حنرجع يعني حندوقها في الأخير ونرجع نتبلها تاني. عشان ما أبغى الشوربة مرة تكون تقيلة فحطيت بس واحدة علبة طماطم. إذا تبغوا نكهة الطماطم مرة تكون قوية كده ومركزة حطوا علبتين، بس أنا أشوف واحدة كفاية، مع تقريبا حطيت 4 كاسات موية وخلاص كده حسيبها لين ما تستوي الخضار. الشوربة حقتي خلاص خلصت، دوبي دقتها مرة لذيذة، خلاص دحين كده صارت جاهزة، وبس وقت الغرف استبدلوا لها ليمون تقدري تزيدوا.